الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا خير خلق الله. السلام عليك وعلى أبنائك المظلومين المضطهدين. السلام عليك وعلى ابنتك المظلومة المهضومة مكسرة الأضلاع ملطومة العين مسقطة الجنين. الموت لا والدي يبقي ولا ولد. هذا السبيل إلى أن لا للموت فينا سهام غير خاطئة. من فاته اليوم سهم لم يفت غدا. هذا النبي ولم يخلد لأمته. لو أخلد الله ذاتا قبله خلدا. بعد المعاناة زارته منيته وراح يشكو لرب العرش ما وجدا. والطهر فاطمة من بعده بقيت ثكلى والعلج يا زهرة. والطهر فاطمة من بعده بقيت ثكلى يا ومن مثلها قطب الرحى فقدا. فليتهم تركوها في مآتمها تحيي الليالي برزء فطر الكبدة. عجل وش سوى وقال كان العزاء لها منهم هجومه ببيتها. شر الورى قصدا. والله بربهم كفروا لحقها نكروا. لكن الأعظم لضلعها كسروا. ويل لمن عمدا. وقفت على قبر النبي تنادي ماذا على من شم تربته.
أحمد ألا يشم مدى الزمان طواليا طواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرنا وقفت على قبره تنادي يا سوري ومنعي لعدك سرو ظلعي احفظ يا يكررها يا سوري ومنعي لعدك سرو ظلعي مدة حياتك يا الأبو ما حد هضمني من غمضت عينك هل عدو جاني ولا طمني ما راقب الله ولا احترم كل رحمني يا سوري ومن عيل عدك سرو يا سوري ومن عيل عدك سرو شم ذاك القبر وانهل دمعها تبجي يا ويلي ولازم بجفها ضلعها وما جي القبر من ونة الزهرة وسمعها شتنادي يا سوري ومنعي لعدك سرو في بيت حيدر ما حد على زينب يطب الخدر يقدر جف اللطم هذيج هذي بصوت كسار الآن انورت بالباب وصلت للصيا ان كان فاطم يا خلق كسر وضلعها جت للشام والأطفال معها عليك الأول من أرث بوها منعها وهذا منعها لا تجي مجثة حسين في محكم كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصف الله تبارك وتعالى نبينا أنه رحمة وفقط لهذا العالم لكل العوالم عالمين جمع لكلمة عالم النبي صلى الله عليه وآله رحمة رأفة حنان عطف لكل هذه العوالم مو فقط هذه الدنيا ولا فقط النبي رحمة للناس للإنسان لا رحمة لكل الموجودات لكل الكائنات الآية واضحة مطلقة فإن كان هنالك عالم للنبات فالنبي رحمة له وإن كان هنالك عالم للحيوانات أجلكم الله النبي رحمة له وعالم الإنسان عالم البحار
أي عالم أو أي مستعمرة يطلق عليها إنها عالم، فالنبي صلى الله عليه وآله رحمة لكل هذه القوم. طيب كيف؟ كيف أن النبي رحمة؟ روايات أهل البيت تبين أن الله تبارك وتعالى خلق هذه الأكوان وخلق هذه المجرات وخلق الإنسان وخلق كل هذا العالم بما فيه من كائنات وموجودات من نور وجه النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تقرؤون حديث الكساء، معروف الحديث، الله ما بنى سماء ولا رفع سماء ولا دحى أرض إلا من أجل من؟ لا، كانوا في عالم الأنوار، أنوار بعرشه محدقين قبل أن يخلق الخلق بآلاف السنين. كيف يعني بعرشه محدقين؟ إحنا العرش عندنا غير العرش عند ربعنا، يعني أهل السنة مو كلهم بعد وهابيه راح. العرش يقولون فعلا الله لما خلق الخلق تعب، هذا ربهم، فيوم تعب خلق له عرش وجلس عليه، يقولون وملأ العرش باقي أربع أصابع ويملأ يعني بتمام الكرسي، وإذا غضب الله يهتز هذا العرش ويحس الملائكة التي تحمل العرش بثقله ويصدر صوتا وعصيصا، هذا إذا غضب رب الله ساعدهم الملائكة أن نحاول. على كل هذا هو ربهم، لا نحن أهل البيت لا نرضى بهذه النظرية، هذه النظرية خاطئة. الله كيف الكيف، أين الأين، لا يوجه إليه ولا ينظر إليه ولا يجسد ولا يجسم، وإنما للعرش تأويل في مدرسة أهل البيت. كيف أن الله على العرش استوى؟ يقولون العرش يعني مكان سيطرة الكون، مكان إدارة الكون بما فيه بتمامه. هنالك مركزية، شلون شكل هالمركزية الله أعلم، ولكن هنالك أنوار كما تعبر الروايات بعرش الله محدقين، يعني استوى على العرش، يعني سيطر على الأكوان، على قوى الأكوان. هنالك أنوار، الله لما أراد أن ينقل هذا العالم المجمل إلى عالم مفصل، أرض، سماء، مياه، رمال، بحار، كائنات حية، خلقها من نور من؟ من نور وجه النبي صلى الله عليه وآله. يجي واحد يسأل يقول إحنا يعني شنو رحمة؟ كيف أن النبي رحمة لهذه العوالم؟ يجي واحد يسأل رب العالمين يقول له يا رب ما الغاية من خلقي، من وجودي في هذه الدنيا، ما هو سبب وجودي في هذه الدنيا؟ كيف نرد عليه؟ كيف نجيب عليه؟ أولا كما يقول العلماء أن الكامل، انتبه لهذا الكامل، الكامل لا يحتاج لغاية فعله، والناقص يحتاج لغاية فعله. شنو يعني هالجملة؟ يقولون الكامل لا يحتاج والناقص يحتاج، يقولون الإنسان ناقص، صحيح أو لا؟ فإذا فعل فعلا غاية فعله تسد النقص الذي في ذات الإنسان. واحد يقول أنا محتاج أموال، أبغي أربي أولادي، أأكل أولادي، أعيش، إذن هذا الذي يحتاج للمال وش يسوي؟ روح يشتغل. هذا العمل له غاية، له هدف، هذا الهدف يسد نقص المال عند الإنسان. واحد يقول لي نسأله ليش أنت تروح تدرس في الجامعة أو تتعلم؟ يقول أبغي أسد نقص الجهل في ذاتي. يقول لي تمام، الهدف من العلم هو سد نقص في ذات الإنسان، مو فقط الإنسان، حتى الحيوان، أي كائن حي إذا فعل أمراً الغاية من فعله تسد نقصا في ذاته. تسأل واحد يقول ليش تعبد رب العالمين؟ يقول والله أنا محتاج إلى الله، أنا مفتقر إلى الله، عبادتك تسد نقصك، تسد افتقارك لله تبارك وتعالى. وعلى هذا فقس كل عمل يهم به الإنسان الغاية منه سداد افتقار، سداد نقص في ذاته. أجي أسألك حين رب العالمين ناقص أو كامل؟ الله كامل، فلا يسأل عن غاية فعله،
لأن الغاية والهدف من أفعاله لا تعود عليه، ولكن تعود على من؟ على الإنسان نفسه. مو نجي نسأل نقول ما الغاية من خلق الناس، نقول ما الفائدة من خلق الناس التي تعود عليهم؟ الله خلقنا ولا يحتاج إلينا، رب العالمين ما يحتاج لا للثواب ولا للعقاب. الله خلقنا كما تعبر الروايات من أجل أن يرحمنا. الله طبعه الرحمة بكماله بتمامه رحمة، هذه أهم صفات الله التي تتفرع منها باقي الصفات الإلهية. الله رحيم، أراد ماذا؟ أن يري الناس أنهم ماذا؟ مرحومون. أنا رحيم فخلقتكم، هدفي من خلقكم ماذا؟ أن أسلك بكم إلى وين؟ إلى الجنة. هذا هو الهدف الذي يعود على الناس، حتى يعني لو راحوا الجنة مو داخلك، يعني يقول لك الله ما يحتاج إلى دخولك في الجنة، أنت الإنسان هو الذي يحتاج إلى هذا. أراد الله تبارك وتعالى أن يرحم الناس فخلقهم. نجي نسأل، إحنا قلنا قبل شوي أن الله خلق هذه الدنيا بما فيها، حتى سبب وجود الإنسان على هذه الدنيا من نور من؟ نور رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني تمام الرحمة، كمال الرحمة، صفة الرحمة تمثلت في من؟ تمثلت في النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا صار ماذا؟ صار رحمة لكل العالمين. هذا هو النبي، هذا هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الله خلقنا ورحمنا بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا شلون مقام رسول الله، هذا جزء بسيط جدا من مقامات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا المقام لا يسع أن أتحدث مثل أمثال ما يقدرون يتحدثوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى له صفات، صفاته تتمثل بأفعاله. الله رحيم، زي كيف تمثلت الرحمة؟ تمثلت الرحمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو النبي. هذا وما كان الله مؤذبهم، أنت فيه، أنت الرحمة الإلهية. شوف النبي صاحب هذا المقام، هو يقول، هو يعبر عن الزهراء سلام الله عليها، يقول الزهراء أم أبيها. شلون يعني الزهراء أم أبيها؟ كيف؟ هل يعني أنها تتعامل مع النبي كما تتعامل مع الحسن والحسين يعني تربيه؟ لا، حاشا لله. النبي إذا عرفنا مقام رسول الله صلى الله عليه وآله، أشرف الخلق، أفضل الخلق، حبيب الله، علة وجود الكون، سبب وجود الكون، من نوره خلق الله هذا الكون بما فيه. هنا عندما يقول النبي أم أبيها، يعني الزهراء حاضنة بالرحمة الإلهية. هذا هو المهم، هذا أنت تتعرف على مقام النبي وتقرأ هذه اللقب للزهراء، وتقرأ هذا اللقب للزهراء تعرف مقام الزهراء، حاضنة للعلة، حاضنة للرحمة الإلهية. إذا كان في القرآن لقبوا البعض بأنهم أمهات المؤمنين وصار عندهم فخر واعتزاز أنهم أمهات المؤمنين، ما في مشكلة، صيروا أمهات المؤمنين، ولكن الزهراء أم أبيها، أم أشرف الخلق، هذه هي الزهراء سلام الله عليه. ومقام الزهراء بضعة من فمن آذاها، هذه هي الزهرة. إلا عليك ماذا فعلوا بالزهرة؟ هل حفظوا هذه الوديعة، وديعة رسول الله بيتا وحيدة، ما عنده بيت، مو أي بيت. هذه إذا كان النبي رحمة للعالمين، هذه سيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين. واشتروا بالزهرة، ويقول الشاعر يوم ثالث للرسول أصروا الزهرة البتول، في كسار فاتحة النبي يعني هجموا على الدار. وإذا بأمير المؤمنين يدخل على رسول الله عند الاحتضان، علي
أنت خليفة الله ستنازع في حقك، أتصبر يا علي؟ قال ألا أصبر يا رسول الله. علي ستقاد ذليلا ملبب بحبائل سيفك، أتصبر يا علي؟ قال أصبر يا رسول الله. علي سيحرق باب هذا الدار، أتصبر يا علي؟ قال بلى أصبر. ثم قال النبي: علي تعصر الزهراء بين الحائط والباب. تصبر يا علي. تقول الرواية: وقف، وقعت ثلاث مرات ويرجف يرتعد. أفي سلامة من ديني؟ قال بلى. قال أصبر يا رسول الله. يتحمل أبو حسين، لكن قال لي: يا رسول الله لا تناديني يا علي، إذا عصرت الزهراء بين الحائط والباب لا تنادي يا علي، ترى ما أتحمل. إي ما أقدر، لا تناديني يا علي. ولهذا صار يوصي الزهراء، يخبرها بالمصائب التي جرت ستجري عليها. يقول الشاعر: بأبي أنت وأمي أيها الهادي الشفيع، أنت تدري حين تمضي فاطم الزهراء تضيع، لا تحملها بحق الله ما لا تستطيع. قدمه إلى الزهراء، ما قالت شيء، قدمت
وجهته إلى رسول الله. أنت أقام النبي وأنت صفأ نصفان، نصف إليك زهرة ونصف إلى ولدي الحسن. وسكت وما أتم كلامه. وقف الحسين مكسور الخاطر بأمير الحسين بلا غسل ولا كفن يا رسول الله. صاحت ونادت موعد يا شيخ عدنا، ما تعودت منك تفرق بين الاخوة. شوفه يا ابويا وانظر والله شلون حزنا. النبي تسمع ما لا تشوف الحسين وش بين يا زهرة، لازم بيبقى على التراب ويبقى على الغبرة. تالي يا زهرة الشمر يصعد فوق ودو الصدرة أعافر لعوجي. Yeah.
النبوة والإمام الله ادخلون على المغلم بطلب الرخصة من النبي سيد الكون السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويخيرك بين البقاء أو اللحوق قال انتظرني بس أشاور حبيبي جبرائيل نزل جبرائيل قال الأولى الآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى قال إذا يا ملك الموت امضي لما أمرت به وثقل علي وخفف على أمتي عند أغمض عيني وأسدل يدي ومدد رجلي وشهق شهقا وفاضت روحه المدينة بج وحدا إلى المنادي ومحمدا أسألك بالله ما حال العزيزة المدللة الزهرة سقطت على صدر الوالي تنادي وأدتا والي حمله أمير المؤمنين جعله على المغتسل شعت الأنوار اسم الله على طولك يا جمال العاشقيه على المغتسل ممدود يا خير البريه يا مرتضى اكشف لي عن الوان وجماله وشيل الجفن عن غرته الشهيد حسين عبراته بهداية بهداية قلب جسم ابراهيم بهداية وانت يا ابن عباس بالهونس جبل طول على المغسل شعبني وفتت حشاه وحش الدنيا علي وليت حلول الثرى عاد فلول ويا على مقدار اشوف البيت خالي من الحية القشرة تراه تصير عيشتنا النبي ما اريد الدنيا الدنيا الله يا حال الزهراء عندما عصرت بالله اتجهت ناحية قبر النبي تنادي ابي كسر ضلوعي والله امر امر على عبد الغر ومن ضربة للقاع ذبلي بو يتراهم من الخصل العيش
تمنيت بعدك فلا عيش يا شافع والله تمنيت بعدك فلا عيش اكسرون انا ضلعي على اللهم صل على محمد وآله.